هنشرح من خلال هذا الفيديو 9 أدوات أساسية مهمة جدا في برنامج جوجل سكتش أب. هذه الأدوات فعلا من المهم جدا إنك تتعلمها عشان تبقى محترف في برنامج جوجل سكتش أب. مجموعة الأدوات دي تسمى بمجموعة أدوات الكاميرا، وهي اللي في الشريط اللي ظاهر قدامكم ده. طيب لو كنسلنا هذا الشريط، لو حبيت حضرتك تجيبه تاني أو مش لو مش موجود عندك، تقدر بسهولة تضغط كليك يمين على هذا التول وتختار الكاميرا، هتظهر لك هذه الأدوات، تقدر تحطها في أي مكان أنت عايزه بهذه الطريقة. أول أداة في هذه الأدوات وهي أداة أوربت. لو ضغطت على هذه الأداة بتقدر من خلالها أنك تلف حوالين المشروع أو مجموعة المشاريع بتاعتك بهذه الطريقة. طيب تلف حوالين المشروع ازاي؟ انك بتضغط كليك شمال وتفضل دايس وتبتدي تلف وتدور حوالين المشروع بهذه الطريقة او في الاتجاه الاخر، يعني مش شرط تلف بهذه الطريقة، لا ممكن فوق وتحت بهذه الطريقة. دي كده اول اداة معانا. الأداة التانية وهي أداة اسمها بان. لو كنسلنا كده الأداة اللي بعدها اسمها أداة البان. لو ضغطنا عليها هي حاجة كده زي الإيد، ضغطنا عليها فورا المؤشر هيتحول لأداة الهاند معاك. بتستخدمها ازاي؟ بتضغط كليك شمال وبتسحب بهذه الطريقة، يعني لو عندك المشروع مختفي بهذه الطريقة كده أو بعيد تقدر تضغط كليك شمال وتسحب، بتقرب الشكل زي ما انت شايف كده او زي ما هو واضح قدام حضرتك بهذه الطريقة. الاداة التالتة وهي الزوم. لو ضغطنا عليها عن طريقها بنقدر نعمل زوم اوت وزوم ان في المشروع. بنستخدمها ازاي؟ بنضغط كليك شمال وبنفضل ضغطين وبنقرب بالماوس بهذه الطريقة للمشروع بتاعنا. لو عايزين نبعده بنضغط برضو كليك شمال وبنبعد بهذه الطريقة. يبقى اذا الاداة التالتة معانا وهي اداة الزوم، بنضغط كليك شمال وبنفضل ضاغطين على الماوس وبنقرب وبنبعد بهذه الطريقة. الاداة التالتة او الرابعة معانا وهي زوم برضو، بس اسمها زوم ويندو. لو ضغطنا على هذه الاداة كل الشغل بتاع هذه الأداة إن أنا بقدر أعمل فوكس على جزء معين من المشروع بتاعي، وليكن أنا عايز أقرب من الكورنر بتاع المشروع بتاعي. بستخدمها إزاي؟ بختار الأداة وأضغط كليك على الجزء اللي أنا محتاجه وأسحب، بيتعمل لي ويندو حوالين الجزء اللي أنا عايز أقرب منه. بمجرد ما أسيب الماوس بلاقي إن المشروع بتاعي أو الأداة عملت لي زوم على الجزء اللي أنا محتاجه فقط، وليكن عايز أقرب من الجزء اللي في الأسفل ده مرة أخرى، بضغط على الأداة وأضغط كليك وأسحب وأسيب الماوس، هلاقي إن أنا قدرت أقرب من الجزء اللي أنا اخترته مرة تانية أهو بهذه الطريقة وأسيب هقرب. إذا الأداة الرابعة وهي زوم ويندو بقدر إن أنا أعمل فوكس على جزء معين في المشروع بتاعي، وليكن انا عايز مثلا عايز اقرب من التلاجة دي، هضغط واعمل شكل المربع عليها بهذه الطريقة واسيب، هلاقي ان انا قدرت اعمل فوكس على الجزء ده من المشروع. الاداة اللي بعد كده وهي زوم اكستنت. زوم اكستنت بتجيب لي الشكل كله اللي موجود في الشاشة. لو ضغطت عليها وضغطت كليك في اي مكان هلاقي ان المشروع كله ظهر، طبعا في اجزاء مش باينة معانا عشان مختفية ورا البانل دي. دي الاداة الخامسة معانا. الاداة السادسة معانا وهي زوم بريفيو. يعني لو انا كنت مقرب كده بالشكل بتاعي وجيت ضغط على زوم بريفيو او بريفيوس، لو ضغطت عليها اوتوماتيك الاشكال هترجع للوضع اللي كان قبل كده مباشرة. تاني هقرب من الاشكال دي، احفظ الشكل ده، هقرب من الاشكال دي وهضغط عليها الاداة، الكتل هترجع مرة تانية للوضع اللي كانت
فيه. الأداة السابعة معانا وهي بوزيشن كاميرا، بمعنى صح كأني بضع الكاميرا في مكان معين أنا محتاجه أو في مستوى رؤية البني آدم. لو ضغطت عليها وجيت الماوس طبعا هيتحول معايا لشكل البني آدم، وجيت وضعت هذا البني آدم في هذا الجهاز، شوف اللي هيحصل. ضغطت كليك هلاقي إن الكتل بتاعتي قربت في مستوى نظر الإنسان العادي. تاني هختار الأداة وهي بوزيشن كاميرا وابتدي اضع الكاميرا بتاعتي في هذه النقطة، شوف اللي هيحصل. اضغط كليك هتلاقي ان الاشكال بتاعتي بقي مستوى النظر بتاعها في مستوى نظر البني ادم العادي. الاداة اللي بعد كده وهي لوك اراوند، بمنتهى البساطة عن طريق هذه الاداة لو ضغطت عليها بقدر احرك المشروع بتاعي في مستوى النظر اللي انا اخترته، سواء فوق واسفل او يمين وشمال، في نفس مستوى الفرق بينها وبين اوربت بقدر اتحرك حر. لكن انا بمجرد ما بختار البوزيشن بتاع الكاميرا بتاعتي بقدر احركها في نفس مستوى النظر اللي انا كنت مختاره قبل كده. اخر اداة معانا وهي اداة الووك، لو ضغطت عليها بقدر امشي واضغط كليك شمال واقدر امشي جوه المشروع بتاعي بهذه الطريقة، اقدر اخش جوه المشروع بهذه الطريقة. يعني لو جيت عايز اكمل ماشي بالجزء ده اهو، اقدر اروح للتلاجة دي كأني بني ادم بيمشي جوه المشروع بتاعي. بتفيدني جدا جدا في المشاريع الداخلية لو حبيت اخد لقطات للشغل الداخلي بتاعي بهذه الطريقة. طيب دي كده الادوات بتاعتي، طبعا ادوات مهمة جدا انك تكون عارفها، يعني دي ادوات اساسية ما حدش يقدر يستغنى عنها في الشغل في سكتش اب. يعني دي اعتقد ان هي اوامر ممكن تكون مهمة اهم من الموديلنج كمان. طيب هل ينفع ان انا اقدر استخدم بعض ادوات من الادوات دي بدون ما استخدم الايقونات؟ اه ينفع عن طريق الماوس. ازاي؟ اول اداة اوربت، لو ضغطت على البقرة هيتحول شكلها للاوربت، اقدر برضو الف حوالين المشروع بتاع بهذه الطريقة. الاداة اللي بعد كده اللي هي الزوم، اقدر اعمل زوم عن طريق البقرة، احرك البقرة لقدام يعمل لي زوم، ارجع البقرة لورا يعمل لي زوم اوت بهذه الطريقة. دول بعض الادوات اللي اقدر استخدمها من خلال الماوس. ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا فيديو مهم جدا انك تتدرب على هذه الادوات وما تستهونش بمجموعة الادوات اللي احنا شرحناها النهاردة. الفيديو بتاعنا انتهى، اشكركم، نلتقي في فيديو اخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.